هذا تدريب جديد يا منزهة، نعم يعرفك كيف تكتبين الكلمة كتابة صحيحة، جيد؟ لا هنا حروف مفرقة وإذا جمعتها مرتبة تصبح كلمة، جيد؟ لا ميم عين جيم ميم، هذه كلمة معجم. بعد نعم، هنا دفتر دفتر، جيد. هنا ثوب ثوب. رقم اثنين قلم، قلم أحسنت. قلم بصل هذه بصل، جيد. بصل قميص سكر سكر سكر، جميل. إذا اقرأيها سريعة. دفتر ثوب قلم بصل قميص سكر. نعم، نلتزم الترتيب في هذا التدريب. نعم، هنا يطلب منك أن ترتبي الحروف أولا. هذه الحروف موجودة تكون كلمة ولكنها غير مرتبة. نعم، أتى ببعضها قبل بعضها وأخر بعضها، جيد؟ نعم، جيم دال جيم والألف، هذه كيف نرتبها؟ دال جيم ألف جيم تصبح دجاج، جيد؟ نعم، حليب حليب. نعم، كيف أكتب كلمة حليب؟ ح لام يا باء. أحسنت. رقم اثنين فكري قليلا يا منزهة، هذه نعم 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 سأساعدك قليلا. ما عكس سمين؟ ماذا؟ سمين، ما عكس سمين؟ ما فهمت كلامك. كلمة سمين، سمين، هذا رجل يأكل كثيرا فهو سمين، ورجل لا يأكل كثيرا فهو هنيك. نحيف نحيف. أحسنت، نحيف. نعم، جميل. هنا كثير كثير، وهنا أرز أرز أرز، جميل. وهنا يمكن لهذه الحروف أن تكون فعلا وأن تكون اسما. تحتاج إلى مساعدة؟ نعم. نعم، معنى يعيش؟ يعيش؟ نعم، لا أعرف. أعيش في هذه معناها يعيش، يعيش يعني أنا أعيش في بيت، أعيش في بلد، نعم أنا أسكن، جيد؟ هو ماذا؟ هو أنا أسكن، هو يسكن يسكن، جميل. هذه إذا كانت فعلا، وإذا كانت اسما الأداة التي أقطع بها اللحم والطعام، ما اسمها؟ ماذا ما فهمت؟ ماذا؟ ما فهمت؟ أداة
أقطع بها الطعام واللحم. السكين. السكين، جميل. السكين، إذا هذه بدون أن. سكين. سكين، أحسنتي، جميل. كثير. هذه كثير قلناها، وهذه تذهبوا. تذهبوا. تذهبوا في المضارع، وفي الماضي ذهبت. ذهبت أنا، وهي ذهبت. ذهبت، أحسنت، جميل. هذا التدريب الثالث، اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال. نعم. هذا قميص. قميص، وهذه قمصان. قمصان، جميل. هذا ثوب. ثوب. ثوب، وجمع ثوب أثواب. أثواب، جميل. هنا أطباق. أطباق، وهذا المفرد طبق. طبق، جميل. هنا طفلة. طفل. طفل. طفل هو مذكر، طفل، وهنا لا لا الجمع طفل. أطفال. أطفال. أطفال، جميل، ما شاء الله، هذا جميل. يمكنك أن تكتبي في الواجب هذه الكلمة، جيد؟ نعم، تحت الفيديو؟ نعم، إن شاء الله. نعم.